This or that. هذا أم ذاك. حاجة بسيطة جدا هنسأل عشان نبقى عارفين طريقة التفكير عاملة إزاي. أوكي. تختار ده ولا ده. مفيش أسهل من كده. كاش ولا كريدت؟ كريدت. كارت. كاش. أنا مش سامع. كاش. 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 كريدت. كريدت. طب والكاش ليه بتفضل اللي بيفضلوا الكاش بيفضلوا ليه؟ عشان ملموس في ايدك موجود يعني. تقبض كاش انما تدفع كريدت. كريدت. طيب بالنسبه لك لو هتعين حد تعليم ولا خبره؟ على حسب البوزيشن يعني بس تعليم. لا قماشه ولا خبره ولا تعليم. انا زي ايه يعني ايه بقى قماشه يعني فريش جديد اعلمه ويكون القماشه صالحه للتفصيل يعني يعني انا عندي كده حاجه ممكن احلى بدله اكتر بدله ماركه في العالم وفيها خرم هتفضل طول عمرها فيها خرم انما لو جبتي قماشه غشيمه زي ما بيقولوا يعني مش مفصله بس قماشه كويسه تعملي احلى بدله منها. تعليم ولا خبره؟ يعني اتيتيود يعني عارفه ستيفن كوفي بيقول لك هاير فور اتيتيود اند ترين فور سكيلز ان النوليدج والتعليم برضه تقدري تعلمي تعملي له تريننج وتخليه احسن واحد في الحته المتخصصه دي لكن الاتيتيود ده تجيبيه منين او اللي هي الحته الخامه اللي ايمن بيقول عليها دي. تعليم ولا خبره؟ حسب انا عايزاه في ايه. انا بقتنع ان لازم الناس الجامدين اللي حواليا اللي هم هيكبروا الشركه يبقوا اقوى مني فده يبقى خبره وتعليم. الناس الفريش اللي هيدخلوا يبقى اتيتيود بس انا ما ينفعش اقول انا احسن واحده في كل حاجه انا عندي معلومات كل حاجه لا مش في البيزنس انما في الشراء العادي الشخصي شراء اونلاين ولا شراء من المحل؟ من المحل. انا جيل اولد سكول برضو محل محل اول ذا واي يعني احب اروح امسك الحاجه اونلاين اول ذا واي. انا بحب المحل. لا اونلاين طبعا. انت شغلك كله اونلاين اول ذا واي. طيب الـ من المحل عشان هو اتعود على كده ولا عشان هو عنده تفكير انه يشوف الحاجه؟ احب اشوف الحاجه والبسها يعني واحس بيها. لا وبرده احساس انت تاخديها وانت طالعه يعني حاجه ايه مش هتستنيها مش هتستنيها. الاونلاين هو المستقبل. عربيه اخر موديل ولا عربيه كلاسيك؟ كلاسيك. اخر موديل. اخر موديل. انا بحب التكنولوجي في اخر موديل. انا ما بتفرقش معايا فمش عايزه اقول يعني مش فارق معاكي. تبتكل صح. شراكه ولا محب الشريك؟ اكيد شراكه. اكيد شراكه. بصي معلش هو شراكه ولكن الناس بتستسهل الشراكه. الشراكه زي الجواز بالظبط واكتر عشان انت بتشوفي الشريك ده اكتر ما بتشوفي الأسرة عشان most of the time وعلاقة صعبة فلازم الشراكة مهمة جدا عشان يبقى بتكبري وبتمشي أسرع ولكن في نفس الوقت لازم اختيار الشريك المناسب على حسب القيم لازم يبقى احنا الاثنين عندنا نفس القيم. شراكة ولا؟ سؤال صعب حسب الموقف حسب عمر الشركة بس يعني موصلي انا دايما بقول شراكه بالتفاهم الصح. الشراكه الصح. شراكه all the way. لو في فلوس فائضه يبقى استثمار عقاري ولا استثمار في الذهب؟ استثمار في الذهب. عقاري. عقاري. ولا ده ولا ده. امال في التكنولوجي او في ال او في الصحه؟ عقاري. عقاري. اسئله ملهاش علاقه بالبيزنس. الساحل الشرير ولا الساحل الطيب؟ يعني ساحل المعموره 85 ولا ساحل 2022؟ يا راجل اسكندراني. ساحل المعموره 85 اكيد. المعموره 85 منتزه معموره طبعا. انا سربرايزنجلي ماليش في الساحل دايما بقول لهم هروحوا على المشروع اللي هنعمله هناك. ما لا طيب ولا شرير؟ لا جديد. الشرير. طيب تمام تمام. working from office ولا working from home؟ الشغل من المكتب ولا الشغل من البيت؟ من المكتب.
من العربيه. يعني مش لازم المكتب. من التليفون. من المكتب. مكتب. مكتب طبعا. لازم مكتب. مكتب. بس دلوقتي في شعوب كامله شغاله اونلاين. امريكا ضيعت نفسها لما قبلت الهوب. يعني ايه ده ايه ده ليه بتقول كده؟ كل انت شفت ايلون ماسك عمل ايه؟ مشى 60% من الموظفين بتوعه لما صمموا يقعدوا في الهوب. ما ينفعش. بس هو ايلون ماسك ما يتحكمش عليه في حاجه لانه هو هو جوجل ابل مايكروسوفت كله تسريحات. كله تسريحات. اللي مش عايز يجي مش عايزينه احنا كمان. هو ما فيش فاليو لما يبقى الواحد في الهوم. ناس كتير قوي. انا عندي ناس بتشتغل من البيت. وعندي بنات كتير قوي لما بتبقى حامل بديها على طول الكمبيوتر ويروحوا يشتغلوا في البيت. لكن ما فيش حاجه اسمها على طول اشتغل من البيت. ما ينفعش ان انا الكوميونيكيشن زي ما بقولك النجاح احنا مع بعض. لكن انت في البيت وانا بشتغل وانت هتنجح وانا هنجح صعب. يعني انا ما يعني انا مش شايف لها هي اداه يا منى. هي اداه للاضطرار او لظروف معينه. بالزبط. لكن فعلا بعد يعني نقدر نقول 10% من الشغل يبقى فلكسبل ورك. لكن 90% لازم يبقى نبقى مع بعض. تبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.